السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من منوعات جوجو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. النهاردة هنعمل فكرة جديدة من علب الايس كريم الفاضية او الجيلاتي او الحليب. هنعمل فكرة جديدة يا رب تعجبكم. اول حاجة هجيب ال3 علب دول، وعندي ورق كرتون وورق من الفوم الغير لاصق، هجيبهم دلوقتي دول الاتنين عشان سمك الكرتون رفيع، فانا عايزة السمك بتاعه يكون عشان السمك يكون عريض شوية. وعندي دانتل، اي اكسسوارات عندك في البيت ممكن تستخدميها برضو مفيش مشكلة. دلوقتي هاجي الف الورق الفوم على علبة الايس كريم كده وهظبطها عليهم، وهلزقها بورق هلزقها بالشمع عشان تبقى متينة ما تفكش معايا. طبعا ورق الفوم ده نوعين، نوع بلزق ونوع من غير لزق، فانا بفضل النوع اللي هو من غير لزق لان التاني بيفك بسرعة، لكن ده امتن لما تلزقيه بالشمع بيبقى احسن، ما بيفكش مع الوقت، وبنفس الوقت بيبقى يعني بيدي شكل كويس، غير التاني بيبقى فيه لزق كده وفجأة تلاقيه فك لوحده مع الاستعمال، فده يعني عن تجربتي كويس جدا. هظبطها كده، اي زيادات هقصها مفيش مشكلة عادي. اهم حاجة اتأكد ان اللزق متين ومش هيفك. دي كده اول واحدة اتعملت معايا، هعمل معاكم كمان واحدة عشان نتأكد منها. الفكرة دي حلوة جدا، وخصوصا ان احنا داخلين على المدارس والطلاب بقى بيبقوا محتاجين الفكرة دي جدا، فيا رب بس الفكرة تعجبكم. وما تنسيش بقى وانت بتتفرجي كده تعملي لايك وتفعلي الجرس لو انت مش مشتركة عندي. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم، وما تنسوش تعليقاتكم اسفل الفيديو. خلصت ال3 علب بالشكل ده. عندي بقى الكرتون، هجيب الاتنين وهلزقهم على بعض بالشكل ده كده، هلزقهم برضو بمسدس الشمع. لو مش عندك ورق مسدس شمع ممكن تلزقيه بلزق عادي، تلفيه كده عليها وتجمديهم حلو. جيب بقى الورق زي ما قلت لكم اللي هو مش بيلزق، انا بلزقه انا بالشمع وهظبطه كده واحاول ان هو يجي مظبوط، ولو في اي زيادات برضو هبتدي ان انا اقصها بالمقص. الوجه التاني بجيبه وبعمله برضو نفس النظام، حط عليه برضو ورق الفوم.
الشمع برضو بيبقى عامل زي خيوط كده، فبحاول ان انا اشيلها. واهم حاجة في الشغل ان انتي تظبطيه وما يكونش الفينش بتاعه يكون مظبوط ومتساوي، بقص الزيادات. عندي بقى الأطراف بتاعة الكرتون زي ما انا وريتكم الدانتيل ده، هحتاجه برضو في اللي انا احطه كده بالشكل ده. لو مش عندكم كرتون ورق دانتيل او قماش دانتيل، ممكن تعملوا شرايح من الورق الفوم الملون عادي مفيش مشكلة، وتلزقوه بنفس النظام ده وتخلوا منظر القاعدة بتاعة العلب تبقى شكلها احلى واجمل. هلزقها كلها حوالين القاعدة كلها كده. معلش يا جماعة الشمع بيبقى سخن جدا، فمعلش اعذروني. كده خلاص خلصتها. هلزق بقى عليها العلب. قبل ما الزق عليها العلب زي ما قلت لكم، العلب دي هجيب بقى اي حاجة عندي انا عايزة ازين بيها. عندي الدانتيل ده برضو كده او الجبير ده تقريبا، هلزقه بالنظام ده بالشكل ده عشان يديني شكل احسن. طبعا الافكار بتتعدد، يعني انا مجرد بديكوا فكرة وانتوا طبعا بتعملوا اللي بيتوفر عندكم. زي ما انتوا شايفين كده ده شكلها النهائي. هعمل برضو التلاتة نفس النظام، وممكن اخلف اللي في النص دي اخليها شكل تاني غير الاتنين اللي في الجنب. كده بقى منظرها جميل جدا. هعمل التانيين وهنرجع نشوف بقى عاملين ازاي. زي ما انتوا شايفين كده فض معايا حتة دانتيلا صغيرة حطيتها في العلبة اللي في النص، وابتدي بقى ان انا الزقهم بمسدس الشمع واثبتهم كويس جدا. بالنسبة بقى أي اسورة مقطوعة فيها خرز مش عايزاه، أي حاجة ما انتيش عايزاها، خرز صغير، لولي، أي حاجة من دي ممكن ان انتي تزيني بيها المقلمة اللي احنا عملناها مع بعض. متينة جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى كنت عاملة ورد من ورق الفوم زي ما انتوا شايفين، شكله جميل جدا وصغير كده. هبقى اقول لكم على طريقة الطريقة بتاعة الورد ده، هعمل لكم فيديو جديد عنه ازاي تعملوا الوردة المجسمة كمان من ورق الفوم. وابتدي ان انا الزقها كده في القاعدة بتاعة المقلمة.
المقلمة دي بتنفع تتحط على مكتب، على ترابيزة بتاعة الأولاد وهما بيكتبوا الواجب، منظرها جميل، وكمان هتحافظ على الأقلام، مش هتخلي الأقلام تتنطور منهم في كل حتة. شايفين منظر الوردة شكلها جميل جدا، ده الشكل النهائي بتاع المقلمة. اتمنى بقى الفكرة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم في الفكرة، وان شاء الله اقول لكم على افكار كتير معايا بإذن الله. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والى اللقاء، واشوفكم على خير، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.